لكم التحية في كل مكان، حنمشي سواكن ونعود نتواصل في ختام هذه الحلقة. للأماكن سحر، وللتاريخ رائحة، وللشواهد والمشاهد روح، ولكن الإنسان هو سر الطبيعة، وهو ألقها وجمالها اللامتناهي. سواكن هي أم المدن وساحرة البحر وقيثارة المواني ولحنها الأليف، هي كتاب التاريخ وذاكرة الوطن. لهذا يخرج علي طاهر من منزله في بورسودان قاصدا سواكن، ليعرف المزيد عن تاريخ جده البطل القائد خضر، ويتنسم عبير بطولاته من صوره ومقتنياته في متحف أبو هداب. يلتقي العم محمد نور هداب الذي سخر حياته لحفظ تاريخ المدينة ورموزها وأبطالها، فاشترى قطعة الأرض من حر ماله وعرقه ليبني فيها هذا المتحف، ويجمع ما تبقى من مقتنيات أبطال سواكن وأسرها العريقة وإرثها ومخطوطاتها النادرة. إنها رحلة عمر قضاها هداب ليجمع هذه الثروة وهذه القيمة الإنسانية في مكان واحد، وهو يستمتع بزيارة السواح والعابرين، ولكن هي متعة خاصة عندما يكون الزائر هو أحد أحفاد سواكن. علي طاهر علي من أحفاد الأمير خضر الحسنابي اللي كان موالي لعثمان دقنة. عندما أوكل السيد المجذوب المهمة اللي أوكلها عليه المهدي لعثمان دقنة، والأمير خضر الحسنابي كان من أصدقاء عثمان دقنة، أول ما هو نزح للحرب وخرج هو كمان بدور طوالي لبى الدعوة بتاعته صلى. فعلى حسب التاريخ في كتاب صالح درار بيقول على أنه الحسناب كانوا أهل دين موجودين في داخل المدينة، والحكومة كانت تيجي تسجل عليهم في الآيات الزيارة، مش هم يمشوا للحكومة يسجلوا الزيارة. سواكن هي الميناء القديم الضارب في جذور التاريخ الإنساني حوالي 5000 عام قبل الميلاد، وتعددت الروايات حول اسم سواكن، وأحد أكثر الروايات شهرة هو أن الاسم حور من سواج أو سبع جن، ويقال أن سيدنا سليمان عليه السلام قد سجن فيها سبعة من الجن، وقد تحور الاسم إلى سواكن مع مرور التاريخ.